هنسمع لقاء خاص كده لمدة 10 دقايق مع الأستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبعدين أرجع مع حضراتكم مرة أخرى. خلينا نكمل بقى التقرير كده بالحيثيات اللي احنا قلنا لحضراتكم عليها. احنا قابلنا مجموعة كبيرة جدا من العاملين في المكان، قابلنا مجموعة كبيرة جدا من الصناع بتاع العمل، لكن في صانع الحقيقة يعني حتى وانت تسمعوا الحلقات بتاعتنا ما بنبطلش الإشادة بالجهد اليومي والفكر اليومي المبذول في هذا الإطار. ما بقولش كده عشان احنا بنشتغل مع الشركة المتحدة او ان احنا بنعمل في تحت مظلة الشركة المتحدة للإعلام، لكن في حاجة كده وفي حاجات حلوة بنلمسها في بعض الامور اللي يمكن الناس ما كانتش لمساها قبل كده. دايما كان في وزارات معنية، وزارة الإعلام، اول ما جت الشركة المتحدة واحنا بنسمع كل يوم فكرة جديدة، طرح جديد، اسلوب جديد، طريق جديد، نواة جديدة. انا كنت قاعد النهارده في المؤتمر الصحفي، كويس ان احنا استنينا المؤتمر الصحفي وسمعت كلمه الشركه المصريه او الشركه المتحده للاعلام وممثلها الاستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركه. الحقيقه في بعض النقط كده الاستاذ عمرو برضه هياكد عليها، وهساله عن افكاركم في الفتره الجايه، فكروا ازاي والتخطيط بتاعكم يبقى ازاي. برحب بحضرتك الاول. والله احنا دور الاعلام يا استاذ جابر ان احنا نساند الاقتصاد الوطني، نساند الافكار الحلوه اللي معموله. احنا النهارده طول عمرنا من واحنا صغيرين، ليه الساحل الشمالي ده كله ما فيهوش مدينه؟ ليه الساحل الشمالي ده ما اشتغلش 12 شهر في السنه زي مكان ونيس ومدن كتيره جدا شغاله؟ النهارده ابتدت تتعمل، فدورنا ان احنا نحيي المكان. انت الناس بتيجي على الانترتينمنت، الناس بتيجي على الاكتيفيتيز اللي موجوده، وده في منتهى الاهميه. في نيه نعمل حاجه تاني؟ يعني انا طبعا مش عايز اسبق الاحداث، حضرتك ممكن تقول لي ما احنا ما نخلص من طبعا من احنا في شويه حاجات فيما يخص العاصمه الاداريه، في شويه حاجات هتبقى بالتعاون مع وزاره السياحه، في حاجات كتيره قوي في البايب لاين. يعني هل ممكن ناخد بعض يعني خلينا لما نخلصها الاول. لما نخلص طيب هنخرج من الاطار الترفيهي الفني الاستثماري السياحي لأفكار تانية، لأشكال تانية، خلي بالك احنا تانية. احنا مش بس الشركة المتحدة، مش بس إعلام. الشركة المتحدة فيها 40 شركة بيشتغلوا في مجالات كتير متنوعة. في مجال الإنتاج، في مجال الإعلام، في مجال الإعلان، في مجالات مختلفة، في مجال تنظيم الحفلات، في مجالات كتيرة جدا. واحنا في الفترة اللي فاتت كنا بنحاول نعمل تكامل ما بين هذه الشركات، ان احنا نعمل مشاريع كبيره، مشاريع لخدمه الوطن ولاظهار المنظر الجميل اللي انت شايفه النهارده. يعني الحقيقه البحر والمدينه رائعه. احنا من 2018 اول سياده الرئيس ما اطلق الحجر الاساس، من 2018 لحد النهارده احنا بقى لنا 5 سنين و4 شهور و9 ايام. صحيح. فانا ال5 سنين وال4 شهور و9 ايام بنعمل هذا الجمال، وزي ما حضرتك تفضلت ده زمن قياسي جدا، قياسي جدا. يعني مفيش جداً مدينه بتتعمل في الزمن ده. وبعدين في زمن قياسي انا بعمل حاجه مختلفه. صحيح. يعني انا تقريبا ما بتقارنش. صحيح. انا بعمل حاجه جديده. المليون شخص او المليون زائر المتوقعينهم، في دراسه جدوى في هذا الاطار انتوا حضراتكم قمتوا بيها؟ احنا لو تفتكر كده نرجع لورا شويتين، نرجع هتلاقي ان الاسكندريه كانت عاصمه البحر المتوسط. هتلاقي اسكندريه كان بيجي لها من كل حته في الدنيا سياح في الصيف. مع الزحمه، مع قله التخطيط، مع بتاع. انت لو تبص هنا، لو مشيت في العالمين هتشوف جوده التخطيط شكله عامل ازاي. وبالتالي احنا متوقعين انه السياح يبتدوا يبقى في ضغط. خلي بالك انت في كميه مصريين سياحه داخليه موجوده كبيره جدا. تضيف عليهم هؤلاء السياح اوكي، واللي احنا متوقعين ان هم يجوا العالمين بلدهم تاني، وهو ده فعلا ابتدى يحصل من السنه اللي فاتت واللي قبل اللي فاتت. في كميه من السائحين لا باس بها في العالمين. الساحل انا هكتفي بهذا ولا في حاجه على الساحل في الفتره الجايه؟
لا احنا في الفتره الجايه على الساحل احنا مركزين مع العالمين. مهرجان المهرجان احنا مش عاملين مهرجان عباره عن ناس بتغني او ناس بتعمل احنا عاملين مهرجان متكامل. مهرجان في غنى في مسرح في باريدز في حاجات كتيره جدا في العاب رياضيه في حاجات كتيره جدا. فالموضوع كبير ما هوش موضوع صغير. احنا نتمنى ان شاء الله انه يطلع بالشكل اللائق السنه دي عشان نبني عليه السنه الجايه والسنه اللي بعديها باذن الله. طيب حضرتك قلت لي انه طول السنه عايزين نستثمر هذا الامر مش واقف على الصيف بس. يعقب ده ايه يعني؟ يعقب ده افكار ايه اخرى؟ احنا يعني انت بتحرق لي شويه افكار. لا والله انا بس عايز انتهز الفرصه. احنا بنعمل فكره لهذا المهرجان ان المهرجان يبقى عندنا مرتين في السنه، مره في الساحل الشمالي ومره في القاهره ان شاء الله. مره في القاهره بنفس نفس الاسم بنفس المهرجان العالمين. لا مش هيبقى العالمين طبعا تمام. هيبقى كويس. باسم تاني كويس. بس احياء الثقافه والرياضه واحياء المسرح. احنا المسرح المصري هو يعني الله ينور مش عايز اقول الوحيد الله ينور عايز اقول الله ينور انه هو الله ينور الرائد للمسرح في الوطن العربي كله. الله ينور عليك. وبنطلع نعمل مسرحيات بره لازم المسرح يرجع تاني ويرجع تاني بقوه. نفس الحكايه الغنى والفن احنا جايبين المطربين مش بس من مصر، احنا في راغب وليزا ونانسي كل ده جاي هنا على العالمين ان شاء الله. طب القاهره مش زحمه شويه عشان اعمل يعني البراح؟ القاهره جميله. القاهره فيها العاصمه الاداريه وفيها الشيخ زايد وفيها التجمع. القاهره بقت مدينه عملاقه. يعني افهم من حضرتك انه مش البديل لكن الشتوي هيكون في العاصمه الاداريه ان شاء الله. هيكون في العاصمه الاداريه باسم لسه ما تمش ان شاء الله شغالين عليه. طيب عجبني قوي الافلام الوثائقيه اللي بتتعمل لكبار المبدعين المصريين، وعجبني قوي كمان ان انا ما بقتش واقف على مجال معين. انا بخش النهارده سيناريو، بخش النهارده القصاص والروائي، بخش النهارده على المنتج، بخش النهارده على الحاجات القديمه والحاجات. دخلت على جابر ريحان ودخلت على داخل على محمد عبد الوهاب وداخل اعمل. افكاركم في الحته دي ازاي؟ خليني اقول لك احنا الحمد لله من ابرز النجاحات اللي احنا عملناها السنه دي هو وسائقين. اطلاق القناه الوثائقيه. ممتاز. احنا طول عمرنا الناس بتحكي حكايتنا بلسانهم. عمرنا ما حكينا حكايتنا بلساننا ومش بالعدل. عمرنا ما حكينا حكايتنا ومش بالعدل. وجهة نظرهم. انما احنا لازم نحكي وجهة نظرنا بالطريقة اللي احنا شايفينها. وده كانت الفكرة من اطلاق القناة الوثائقية. والحمد لله في خلال فترة صغيرة جداً. يعني الحمد لله عاملين شغل جداً. جداً. اعتقد انه جيد جداً يعني. في قناة اخرى وثائقية؟ لا. لا هي قناة وثائقية. لا اتكلم في قناة في مجال اخر. بس خلي بالك احنا برضو احنا السنة دي مطلعين قناة وثائقية ومطلعين قناة القاهرة وده طبعا يعني الاخبارية. 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 القاهرة. اخبارها ايه الاخبارية عند حضرتك؟ والله الحمد لله احنا القاهرة ما بقالهاش اشهر عندها 5 مكاتب بره، عندها 40 مراسل في جميع انحاء العالم. ودي الطلعه، دي البدايه. احنا القاهره لينا ليها خطط كبيره جدا ان شاء الله. ان شاء الله. اما عشان كده لانه في كتير عمليه المقارنه ما بينها وبين قنوات اخرى. لا القنوات الاخرى هي لسه القنوات الاخرى. استنى شويه. الله ينور عليك. خلي بالك احنا طالعين بايادي مصريه 100%. انا يعني مش عايز اتكلم قنوات اخرى بس احنا كقناه القاهره طالعه بكفاءات كوادر مصرية 100% وبإمكانيات مصرية 100%. أصبر عليها بقية القنوات. وهي الحقيقة يعني أنت في تخطيط بعض الأحداث زي في ليبيا وزي السودان وزي بتاع إحنا يعني في منتهى التميز في الفترة اللي فاتت. أصبر عليها شوية لأن الباقي ده بادي من قبلها بكتير. وأنا مش خوف فتن. أنا مش خوف فتن. دي حقيقة. أنا سياسة دولتي. وعلى الأقل بتاخد منها الخبر المظبوط. عمرك ما هتطلع من القاهرة نبأ غير مظبوط. مش همشي ورا السبق. ما عندناش من غير صدق. ما عندناش من غير صدق. فدي سياستي. صحيح. لكن مساله المقارنه مع قنوات اخرى والاخر فده مش مجالي. لا لا مش مجالي خالص. في جديد في موضوع الاختيار يعني كنا بنفكر ان احنا نعمل في الوقت الحالي؟ لا مفيش. مفيش مفيش اختيار مفيش في رمضان. مفيش اختيار جديد في رمضان. لكن في حاجه خاصه سياده الرئيس كان طالب اكتر من مره ان القصص الدراميه بتاعه القصه الانسانيه دي ممكن تتعمل. احنا في الدراما انا اسف بس ان انا التنوع اللي موجود التنوع اللي موجود دلوقتي ما كانش موجود قبل كده في اي حد جد يعني جد احنا جد السنه اللي فاتت رجعنا الديني تاني.
لاول مره من زمان خالد النبوي وبكواليتي وبكواليتي اعتقد انها كواليتي هايله. الحاجات الوطنيه احنا بقالنا سنتين او ثلاثه بنقدم حاجات وطنيه اعتقد انها في منتهى الرقي. تمام. اللي رجعنا السنه دي في ألف ليله وليله التاريخي الفانتزي البتاع بالك دي اعمال مكلفه جدا اعمال كبيره جدا وان شاء الله تكون بتلاقي قبول عند عندكم وعند الناس كلها. طيب اقول للمشاهد ايه يعني الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه اللي هي تعتبر دلوقتي المحتوى الرئيسي لحال الاعلام في مصر، حضرتك تقول له ايه وتطمنه وتدي له الثقه احنا ان شاء الله في التطور مستمر. احنا اعتقد ان احنا في الفتره اللي فاتت الدراما اتطورت بشكل كبير جدا، اعتقد رعايتنا لكره القدم في الفتره اللي فاتت طورت كتير جدا من منظومه البث الرياضي القنوات الاخباريه والقنوات الوثائقيه، واحنا هنفضل في تطور مستمر طول ما احنا عايشين. بشكر حضرتك جدا واسف على ازعاجك. شكرا جزيلا فندم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. طبعا على عاتق الاستاذ عمرو الفقي رئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركه المتحده للخدمات الاعلاميه وكل فريق العمل وكل المسؤولين في الشركة على عاتقهم الحقيقة مسؤولية كبيرة جدا. احنا نتكلم على الإعلام المصري بكافة أدواته، الإعلام المصري بكافة مستوياته، الإعلام الذي يليق بالدولة المصرية ويليق بعظم الدولة المصرية. فأنت وأنا عجبني جدا الحقيقة بيتكلم على قناة القاهرة الإخبارية لما بيقول لحضرتك احنا مش هنعمل خبر مغلوط، احنا مش هنجري وراء السبق بدون صدق، يعني صدقية الخبر عندنا هي الأهم. فكرة أنه بيتكلم على برضو القاهرة الإخبارية نصبر، احنا مش هنيجي نقارن قناة بقالها شهور لقنوات بقالها سنين، فنصبر. وفي نفس الوقت برضو احنا ماشيين حسب السياسة المتوازنة الحكيمة اللي بنعملها دلوقتي في الإطار. احنا مش قناة فتنة ولا هننشر فتنة ولا هننشر مشاكل ما بين دولة وأخرى، بقدر ما بننشر فكرة الصدق الخبري إنجاز التعبير في قناة القاهرة الإخبارية. كل التحية لقناة القاهرة الإخبارية والقائمين عليها. بالنسبة للموضوع بتاع المسلسلات والدراما واتكلم برضو عن إنه إحنا خلاص إحنا بقينا ماشيين على التراك، هيبقى عندنا مسلسلات دينية، هيبقى مسلسل ديني، مسلسل تاريخي جنب المسلسلات الاجتماعية والدرامية الموجودة، مسلسل فكاهي درامي فكاهة فيها بشكل مختلف نفس النظام برضو. خلي بال حضراتكم ان احنا جينا في فترة كانش عندنا مسلسل ديني، كانش عندنا مسلسل تاريخي، كان من ايام محمد رسول الله وايام المسلسلات الاستاذ احمد طنطاوي المخرج العظيم اللي كان بيعملها ومخرجين عظام جدا كانوا بيقوموا بيه بهذا الاطار. ما عادش عندنا مسلسلات دي، جينا في فترة كده خلاص ما بقيناش ننتج. دلوقتي الشركة المتحدة ربنا يديهم الصحه في هذا الاطار، لا خلاص بقى ندخل على المسلسل الديني والمسلسل التاريخي جنب المسلسل الاجتماعي اللي بيعرض فيه خصوصا في شهر رمضان اللي يعني بيبقى هو الكريمه بتاعه الدراما كلها طول السنه، فبيعرض في رمضان في هذا الاطار. اتكلم برضو الراجل على فكره التعامل مع الحدث بتاع العالمين، انه هيبقى فيه يعني حتى بضحك معاه فبقول له قال لي انت بتحرق لي بعض الافكار، لكن احنا ما كناش بنعلم بقدر ما احنا بناخد وندي. الاستاذ عمرو الفقي يعني ليه باع طويل في المجال الاعلامي، فكره اللي بيتكلم عن 40 شركه جوه المتحده مش شركه واحده، وال40 شركه يعني برضو لازم الناس تاخد بالها ان ال40 شركه اللي داخل الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه بيتكلم عن الانتاج، بيتكلم عن الاعلام، بيتكلم عن الاعلان، عن الاعلام والاعلان، وبيتكلم على تنظيم الحفلات. كل دي شركات جوه الشركه المتحده تحت مظله الشركه المتحده، فانا بتكلم على 40 شركه. اتكلم طبعا عن القناه الوثائقيه وقال ان من ضمن الحاجات الجميله اللي حصلت في الفترة دي اللي هي إطلاق قناة الوثائقية، لأنه الحاجة مهمة جدا احنا عايزين تاريخنا بإيدنا، تاريخنا بفكرنا، تاريخنا بإرادتنا، تاريخنا بولادنا. فاللي يكتب التاريخ بتاعنا احنا ما هو اللي بره المشكلته ايه؟ ان اللي بره
هو بيهتم بتاريخك انت، لان هو تاريخه ممكن ما يكونش قوي او ما يكونش عنده تاريخ زي تاريخك، فاللي بره قائم على تاريخك فبيصيغه بطريقته هو. يعني اللي خارج مصر بيصيغ تاريخ مصر بطريقته هو، لكن انت ما تصيغت، انت بقى لازم تاخد الرياده. فهو هو قائم على تاريخك، طب وانا ليه ما اكونش قائم على تاريخي؟ وليه ما اكونش انا مؤرخ لتاريخي؟ وليه ما اكونش انا الامين على تاريخي؟ ده مهم جدا على فكره، ده من 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 ادوات امنك القومي، انك انت ما بتيجي تحكي حاجه تحكي بما حدث، وتحكي بالطريقه او بالواقع اللي كان حدث وقتها، وما بتخدمش على اجنده سياسيه خاصه بره او خاصه جوه، لا، انت امين على تاريخك الثقافي، على تاريخك الحضاري، على تاريخك التراثي، على ايا كان التاريخ، فانت بتقدمه للمشاهد بطريقتك المعهوده وبطريقتك الامينه عشان ما يتمش تزوير. وده شيء مهم جدا، القناه الوثائقيه من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي واخده الحقيقه على عاتقها نشر ثقافه الوعي، نشر ثقافه الوعي، ونشر امانه الوعي، ونشر الامانه بين قوسين كده، امانه التاريخ، ان انا بقدمه لك بطريقه امينه جدا، بطريقه ما حدث هو اللي انا اقدمه في هذا الاطار. فكل دي حاجات. في تاني بالنسبه للمهرجان العالمين في الشتاء هيقدم بشكل مختلف او بشكل موازي في العاصمه الاداريه، بس هيشوفوا اسم ليه هيقدم. يبقى عندي مهرجان العالمين في الصيف ومهرجان اخر في الشتاء بيقدم في العاصمه الاداريه او داخل براك. هنشوف بقى شكل جديد من اشكال القوى الناعمه من داخل العاصمه الاداريه، برضو الكلام اللي كان الجدل اللي اثير بشان العاصمه الاداريه بشكل مختلف يعني. فسالته جوه العاصمه الاداريه، قال جوه العاصمه الاداريه. فهيبقى المساله الحقيقه فيها تنوع كبير في المرحله الجايه، وان شاء الله يعني العشر دقائق اللي احنا قضيناهم مع الاستاذ عمرو الفقي ان شاء الله يعني فترات قادمة كده نلقي لحضراتكم برضو الضوء على المستجدات داخل العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. وده طبعا نفس الحوار ده هيكون معانا في الحلقة الكاملة بقى عن العالمين زي ما قلنا لحضراتكم بالتفاصيل الخاصة بعمال البناء وعمال التشييد وعمال السواعد المصرية الجميلة اللي حضراتكم تشوفوا. احنا عندنا اكتر من 100,000 عامل كانوا بيشتغلوا في المنطقة، كانوا بيشتغلوا في الخمس سنين والاربع شهور والعشر ايام اللي من اول سيادة الرئيس ما اطلق المبادرة بتاعت او ما اطلق حجر الاساس او اعطى حجر الاساس للمنطقة اللي زي ما قال الاستاذ عمرو الفقي كان فيها 21 مليون لغم، القوات المسلحة والهيئات التابعة والمؤسسات التابعة الحقيقة بذلوا مجهود ضخم جدا جدا قبل ما تحول المنطقة من الألغام إلى الأنغام بالصورة اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي. كل الشكر والتقدير.